السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب الشباب كله بخير. اليوم راح نبدأ كأول محاضرة بعد الانترودكشن اللي أعطيناها سابقا بالمحاضرة السابقة. راح نتكلم عن ذكرت لكم هذا الكتيب اللي راح نحاول نغطيه إن سمح أنه الوقت اللي عندنا Basic English Language Skills، صفة General Skills ومعلومات خلينا نقول عامة. هذه المعلومات تستفاد من عدها كطالب وكمتعلم باللغة الإنجليزية، ومثل ما ذكر سابقا أنه دخولك أو هذه المادة اللي جاي ناخذها هي ما راح تعطيك 100% حتى تقول أنه أنا حاولت أتعلم إنجليزي وما تعلمت أو كل محاولاتي باءت بالفشل، لا، وإنما هذا مجرد هو جنرال جايد. هذا الجنرال جايد لو اتبعته أنت حتى لو قطع عبور انتهت السنة فراح يكون جدا مهم. هذا البي دي اف موجود على المودل مرفوع، ضروري انه هذا الملف حمله لك مو فقط للماده انه انت تدرسها وتنجح بها تبر روحك ان شاء الله ناجح مو صعب الانجليزي، لكن هذا كماده لك كمهندس ضروري انه انت تستفاد من هذا الجايد لاين. اوكي، اول شيء راح ناخذ بهذا الجايد لاين عندنا سم تيبس، يعني فمجموعه من النصائح اللي نستفاد من عندها. طبعا عاده من نقدم على اي عمل فتلاحظ الآن الشركات وإن كان يكتب بالعربي لكن أكثر الشركات الأجنبية يركز على موضوع الكوميونيكيشن، موضوع الكوميونيكيشن وموضوع الكوميونيكيشن سكيلز اللي عندك، لذلك تلقى عدة مصطلحات منها تلقى هذه العبارات، يعني effective communication skills, interpersonal skills, ability to work in a team, negotiation skills, conflict resolution skills, report writing skills. هذه شنو معنى انه انا كل هذه اريد؟ هذه طبعا سكولز تتكرر انه هي المهارات حتى تعرف المعاني، افكتيف كوميونيكيشن اتصال فعال، ابيليتي تو ورك ان تيم تشتغل في تيم، نيغوشيشن انه معلومات التفاوض، وهكذا البقيه تقدر تشيكها بالقاموس. طبعا شنو فائده انه انت ليش الشركه تريد منك كوميونيكيشن سكولز؟ تريد من عندك قابليه بمهارات التواصل. طبعاً عادة المهارات التواصل تنقسم إلى قسمين، قسم اللي يعتمد على أنه المهارات مالتك كيفية إقناع الغير، كيفية الكاريزما اللي تستخدمها، هذا ما ندرسه، إحنا ما لنا علاقة به، هذا أنت تدرسه في مثل ما يقولون التنمية البشرية. لكن عندنا الباب الآخر وهو اللانجوج مالتك، بما أنه إحنا هنا نتكلم عن الإنجليزي فإحنا نقصد الإنجليش لانجوج مالتك، الابيليتي تو سبيك ان انجلش. كل ما تكون انفلوينت كل ما تكون اكثر قابليه على اكثر مهاره، اكثر كوميونيكيشن عندك سكيلز، مهارات الكوميونيكيشن تكون مالتك اعلى، لانه حتى باللغه العربيه او خلي بمثالنا بالانجليزي، لو سافرت الى بلد وهذا البلد رحت له حتى مثلا يتكلمون اللغه الانجليزيه، تريد انت تتواصل مع الشخص، إذا أنت ما تعرف تحكي لك كلمتين شو راح تقنع بشيء معين، وحتى لو تحكي لك 10 كلمات راح تخونك كل الفوكابلري، أو ممكن ساعة تقول له أوه سوري خلت شيء تترانسليت جوجل حتى أشوف شنو معنى، طبعا ما راح يقتنع لك، هذا ما مسيطر أصلا، هذا ضبابي سلوبي مو يم الموضوع. لكن لو كانت عندك اللغة الإنجليزية والمهارة مالتك فراح يكون بسهولة الإقناع. واحدة من هذه الأمور بواقعنا كثير من نقدمه بالشركات بغض النظر عن موضوع الواسطة، نقدمه بالشركات من يتكلم، أنا كان عندي قريب يعني قابله في شركة فطبوا 6، أنا كنت من ضمن الجالسين يعني القاعد، طبوا 6 أشخاص قابلهم واحد واحد، طبعا وقع الاختيار على 2 مباشرة بدون نقاش. ليش؟ لأن دول 2 كانت عندهم الإنجليش لانجويج very good، فكانوا أقوى من أصلاً المختبر نفسه، لذلك المختبر ما قدر بعد يختبر البقية، قال لك دولة كلش كافي وتم قبولهم وهم الآن يداومون بهذه الشركات. كذلك بالنسبة لك كمهندس، وأنه تعرف لك كلمتين 3 قلت هاي أنا تعلمت الإنجليزية، لا، كل ما تكون عندك لغة قوية كل ما كان المهارات الكواليفيكيشن مالتك عالية. شنو فائدة هذا الشيء؟ affect your credibility، انه الجرامر مالتك على سبيل المثال اذا كانت ضعيفه فهذا راح يعطي انطباع للمقابل انه انت you are sloppy، sloppy معناه ضبابي، لكن flawless grammar اللي هي perfect grammar تعطي
انه انت تعطي فد انطباع انه انت جدا تهتم للديتايلز اللي بالشركه. ايضا تحسن الكوميونيكيشن مالتك العالي راح يحسن العلاقه مالتك مع بقيه الزملاء مع المسؤولين الاعلى منك، هذا ايش راح يفيد بالاخير؟ increase your chance of being promoted. promoted انه انت تترقب العمل لانه انت عندك قابليه على التواصل مع البقيه. create a good impression راح يعطي انطباع عنك قوي. improve your ability to persuade others. persuade others انه انت تقنع الاخرين. فهاي هذه فوائد انه الكوميونيكيشن سكيلز اللي هي كوميونيكيشن سكيلز اللي تجي من انه انت تعرف تحكي لغه ومسيطر من اللغه. انا ما احكي عن العربي وانا ما احكي عن الانجليزي. اوكي خلنا ناخذ some tips. شنو هاي التيبس اللي تفيدني حتى اتعلم اللغه الانجليزيه؟ read as much as possible. reading improves your vocabulary and helps you to become familiar with sentence structure, word order and the correct use of punctuation. طبعا الان انت بتجي تاخذ اي كتاب وتريد تقرا انجليزي راح تقول انا هذا ما راح افهم شيء بالكتاب، لازم اترجم كل كلمه واوقف عند كل كلمه. طبعا هذا القراءه هي الخاطئه، ما يحتاج انه انت تترجم كل كلمه. دائما حاول تحصل على الجنرال مينينج من الحكي اللي تقراه. يعني انت فتجي تقرا في باراجراف معين ثلاث اسطر اقراه كله، مو الا توقف عند كل كلمه ومعناها. لا، قد انت من 20 كلمه راح تنقف 10 او 5، هاي الخمسه كافيه انه تعطيك المعنى الكامل لهذا الباراجراف. هذه وحده راح تفيدك. بما انه انت قريته هيجي راح تستفاد. قد اكو فوق قد ما فهمت الباراجراف فتحتاج الى ان تترجم. بما انه ترجمت راح تستفاد صب فوكابلاريز، تزيد الفوكابلاريز مالتك، عرفت المعنى. راح تباوع على الستراكشر مالت السنتنس، شلون جاي تكتب الجمله بهذه الكتابه اللي جاي تقراها. راح تباوع على البانكشويشن، شلون تستخدم الفارزه وبقيه الفارزه والضمه والكسر، عفوا ما كسره، علامه استفهام وعلامه التعجب وغير هذا الشيء. فالقصد انه انت كل ما تقرا كل ما تتقوى اللغه مالتك. طبعا مو اللي تجيب نوبل وتقراها، اقرا مثل ما اذا انت كنت مهتم بالاخبار النيوز ما تبغى قنوات عربيه، او حتى انت مهتم على سبيل المثال عندنا كثير او كل قنوات الان اي قناه تسين من القنوات تدخل لها تحول الصفحه مالتها الى انجليزي، اكو خيار تحول الى انجليزي واقرا الاخبار بالانجليزي. طبعا انت من تقرا خبر على سبيل المثال على كوفيد 19 هسه في العراق، انت عندك فد خلفيه بالعربي اصلا، فمن تقرا بالانجليزي راح كثير من المصطلحات راح تعرفها، واللي ما تعرفها راح تترجمها فراح تستفاد اكثر. ما تحب تقرا اخبار مثلا اخبار سياسيه، اقرا اخبار رياضيه. ما تحب تقرا بوث، اطلع جاب للصفحات بالفيسبوك الانجليزيه اللي تعطي معلومات انجليزيه، وكثير وكثير من الوسائل اللي تساعدك انه انت تقرا باللغه الانجليزيه. يقول invest in a good dictionary. التبس الثاني طبعا افضل دكشنري يستخدم هو جوجل. ما اقصد بالضبط ترانسليت جوجل، لا جوجل نفسه. اي كلمه الان عندي اريد اعرف على سبيل المثال اريد اكتب موبايل، موبايل انا ما اعرف شو معنى كلمه موبايل، كتبت بالمترجم الطاني في المعاني دخلت بي. بغض النظر عن هذا، لا اروح اكتبه بجوجل. اول ما تروح الى جوجل كتبت طلعت لك في مجموعه من الصفحات، دوس على امج، على امج راح يعطيك مجموعه من الصور. هذه الصور راح تعطيك مخيله عن شنو معنى هذه الكلمه بالضبط. هذه في طريقه معينه، طبعا مو لكل الكلمات، الكلمات ما تعطيك هالمعنى. طريقه ثانيه انه انت من تكتبها بجوجل اكو كثير من المتصفحات اكتب الكلمه مثلا على سبيل المثال كوميونيكيشن واكتب يمها مينينج، راح تلقي كثير من المعاني لهذه الكلمه. طبعا ويفضل انه يكون الدكشنري انجليزي انجليزي، لا تروح تستخدم للمورد ومع مورد، لا اعتمد على الاونلاين دكشنريز. هذه التبس الثانيه. keep a journal. this will give you an opportunity to practice your writing skills on a regular basis. طبعا واحده من دائما من تقول اريد اتعلم اللغه الانجليزيه يجي موضوع انه practice. practice practice until you learn. انه ضروري اكو براكتس، سواء يا اما البراكتس مالتك بالريدنج والرايتنج
تكتب على سبيل المثال، انت تكتب حتى لو بوستات بالفيسبوك تكتبها باللغه الانجليزيه لتطوير نفسك، او بالسبيكينج انه انت تتكلم مع نفسك او مع شخص اخر يجيد اللغه الانجليزيه، او بالريدنج انه انت تقرا انجليزي، او بالليسننج انه انت تستمع الفيديوهات اللي بالانجليزي. هذا البراكتس راح يقوي اللغه مالتك ويطورها. هذا طبعا التبس الاساسيه اي واحد الان يسمعها يقولك انا سامعها سابقا، لكن يا ترى the question is have you done it, have you tried, حاولت فيها انت، سويت هاي التبس سابقا، ام ردت تتعلم اللغه الانجليزيه فرحت اليوتيوب حملت كل الفيديوهات، رحت الجوجل حملت كل البي افات، قابلت صاحبك قلت له اذا تعلم لغه انجليزيه قال لك عندي فت هارد من اللغه الانجليزيه اعطاك اياه، رحت للسوق لقيت تعلم اللغه الانجليزيه باسبوع، جبت الكتب جبت الاقراص، واذا تشوف روحك في بحر من الكتب وانت ما تعرف ولا كلمه غير how to speak english، كيف تتعلم اللغه الانجليزيه. هذا يسمونه ضياع للوقت. الافضل انه انت تتبع فت منهج ثابت، عوف المصادر الكثيره، المصادر الكثيره راح تضيع الجهد مالتك بدون فائده. اوكي، خلينا ناخذ البارت اوف سبيتش. البارت اوف سبيتش انه انا لازم اعرف طبعا انت ما اخذها بالمدرسه اصلا يعني، لكن هذه اعاده لها للفائده. بارت اوف سبيتش لازم نعرف الستراكشر مالت السنتنس، وين تتكون، تتكون من ناون وفيرب وادفيرب واجكتيف، كذلك البانكتويشن، الفارزة وعلامة الاستفهام اللي هي تعطي فد انطباع واضح وتعطي فد تخلي المعنى يكون أكثر وضوحا، وهكذا. وكذلك التنسز الأزمنة، هذه ضروري أنه أنت تعرفها حتى تعرف تستخدم اللغة الإنجليزية. أوكي، يقول part of speech are used to construct meaningful sentence. البارت اوف سبيتش يستخدم حتى يشكل جمله مفهومه، ماكو داعي ان انت تحكي لي جمله وهي غير مفهومه. عندنا nouns، كلكم تعرفون شنو معنى nouns اللي هو الاسم او الفاعل. nouns ذا جوب ما يحتاج بعد هذه الفقره لان هو ما عارف. nouns هو اربع انواع، عندنا common nouns, proper nouns, abstract nouns, collective nouns. طبعا راح تجي انت تسال نفسك هل ضروري انه انا اعرف كومن وبروبر وابستراكت كولكتيف؟ لا، هذا مو ضروري انه انت تعرفه، لكن مجرد انواع اطلع عليها. اما انت تعرف كل زين من هو الاسم ومن هو الفاعل، من هو الناون الموجود. مثلا كومن ريفير على سبيل المثال، بغض النظر عن هذا الشرح اللي مجرد يضيع وقتنا، عندنا اكزامبل، اكزامبل للناونز، عندنا تيبل تشير دوك، هذه كلها ناون. عندنا مثلا ساوث افريكا، اوكسبريدج اكاديمي، ديسمون توتو تويوتا، هذا كله ناون. عندنا لاف وكارج وهوب وانوفيشن ناون. وعندنا بورد اوف دايركتور، لتر اوف اوبيز، هيرد اوف كاتل، اسم لجروب معين، هذا يعتبر ايضا ناون. فنعرف شنو هو ناون حتى نميزه عن بقيه البارت اوف سبيتش. عندنا pronouns، pronouns اللي هو الضمير، كل زين انت تعرف شنو هو الضمير اللي هو يعبر لي. pronouns is a word that can be used to replace a noun، انه هو يستخدم لاستبدال الناون. that is usually used to avoid repetition of the noun، وعادة يستخدم حتى يتجنب الإعادة من الاسم. يعني على سبيل المثال جاي تكتب لي قطعة تقول Haider is going to school. Haider is studying. Haider meet the teacher. Haider talks with the teacher. هذه من ضمن قصة تقول Haider 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 يصير جدا boring. لكن تقول Haider is going to the school or going to the university today. He will have a meeting with the with other lecturers. He will visit his uncle after he back from the university. فتلاحظ هنا البرونانس هي اللي جاي نستخدمه حتى يعطي حتى يخليني avoid the repetition of noun، انه انا ما في ساعيد كلمه حيدر. هذا طبعا جدا ضروري بالرايتنج
وممكن انه انت تلاحظه من تشوف اي ريدنج. عندنا verbs جدا واضح. الverbs الverbs اللي هو الفعل. الverbs هو انواع يعتمد على التنس لانه عنده there are many forms. عندنا مثلا past و present و future, فيعتمد الفورم مالت الفيرب اعتمادا على التنس المستخدم, لان احنا نعرف انه لا الناون يتاثر بالتنس ولا الاجكتيف تتاثر بالتنس, اما كل التاثير يقع على الفيرب. عندنا الاجكتيف واضحه اللي هي الصفه. الادفيرب اللي هو يصف الصفه اللي the meeting. Adverbs are words that give more information about verbs. They answer questions such as how, where, when, to what extent. The meeting was promptly ignored. How she saw the dire. فتلاحظ انه انت promptly هو هذا الverb هو يوضح كيفية وقوع الverb نفسه. فبعض الأحيان نقول هل أنا ضروري أستخدمه؟ لا هو مو ضروري, لكن يعطي كثير من يجعل الستركتشر مور مينينغفول, يعطيه أكثر معنى. شي سو ذا داير. بروبوزيشن. بروبوزيشن اللي هي تحدث موقع الشيء, موقع خلينا نقول يعني خلينا نقول الريليشن شيب وذ بتوين ذا ناون أو وذ أنذر وورد. يعني خلينا نقول بما معناه ناخذ هذا الاكزامبل. شي فاوند ذا ريبورت on her desk. On هي library positions. The door is behind him. Is behind him. He walks around the office. Around the office هي اللي تمثل لي proposition. تعطيني أكثر معنى للجملة وتتوضح لي relationship بين الناون وبين المفعول به على سبيل المثال, أو مع بقية مع المكان أو مع الفريز بالسنتنس اللي موجود عندنا. الكونجكيشن. الكونجكيشن اللي هو أدوات الربط اللي تستخدم مثل and, but, or, nor, or yet. For example, she works in sales and marketing. الـ and تمثل لي conjugation. He wanted to attend the conference, but he could not find the venue. ما تقدر تقول he wanted to attend the conference, he could not find the vino. لازم أكو conjugation حتى يخلي الجملة أكثر وضوحاً. I can't remember whether he's studying bookkeeping or accounting, or he missed his bus, yet he still made it to work on time. فيت تمثل لي conjugation. طبعاً ارجع واقول هذني انتم كلهم تعرفون, لذلك انا سريع بهم, انتم ماخذيهم سابقا بالمدرسه. To read more about part of speech you can go to the following links. هذه مجموعه من اللينكس. You can go and check more information about what we have talked now about the noun, conjugation, adverb, adjective and so on. Clear? اوكي, عندنا الشابتر الثالث اللي هو البانكتويشن. البانكتويشن البانكتويشن اللي هي مثلا الكوما, السيمي كولون, عندنا الكويستشن مارك, الاكسكلاميشن, علامه التعجب مارك, وعندنا مجموعه يعني كثير من اللي احنا خلينا نقول بالعربي اللي نستخدم الفارزه, الفارزه المنقوطه, نقطة نهاية الجملة, علامة الاستفهام وهكذا. هذه جدا مهمات انه يطن صورة اوضح عن الجملة وعن انه انت شنو تقصد بالكلام اللي تقوله او اللي تكتبه. طبعا عندنا هذا الجدول يوضح باختصار. هنا عندنا البيكتشر مع كل وحدة صورتها وهنا اسمها, وعندنا ايضا الشرح لمن تستخدم, ومن ثم عندنا الاكزامبل. طبعا اهم شيء هو اول حقل واخر فيلد, لان جدا مهمات. اما بالنسبه شنو اسمها فمو ضروري انه انت تعرف شنو فول ستوب. ما معقوله بالحكي تقول I'm going to the university فول ستوب. لا ما تستخدم, تستخدم فقط في الرايتنج. يعني البانكتويشن اكثر شيء هو يستخدم
في الرايتنج، ما يمكن استخدامها بالكلام. بعد الفول ستوب معروفه تستخدم بنهايه الجمله، الكويستشن مارك معروفه تستخدم بنهايه السؤال، اكسكلاميشن مارك علامه التعجب تستخدم اذا انت تريد تقصد او تكتب كلام بتعجب، مثلا على سبيل المثال he made me so angry، التعجب hurry up اسرع. عندنا سيمي كولن اللي هي الفارزه خلينا نقول المنقوطه، تستخدم لحالتين، حاله انه هي تربط حالتين متشابهه، وحال الاخرى لا هي تقسم بين مجموعه من البارتات المنفصله. على سبيل المثال your report was helpful it explained the reasons for the committee's decision. الجمله الاولى الحاله الاولى، وهذه الحاله الثانيه السيمي كولن هي تربط بين two related clauses، هذه الحالتين تربط بيناتهم. عندنا separating items in a list، عندنا هذه مجموعه من الدول مصنفه في يوروب وامريكا واسيا، فعندنا هذه ثلاث قارات مجموعه من الدول مصنفه، تلاحظ سويسرلاند جيرماني اند اوسترا ار ان يوروب. ثم نجي للبارت الثاني، بما ان انا اريد ابدا بارت ثاني فاحط سيما كولن واجي برازيل اوروغواي اند ارجنتينا ار ان امريكا، ثم البارت الثالث وهكذا. فهي تفصل بين separating items او تربط بين حالتين متشابهه واكثر من حاله. الكومة طبعا لها استخدامات عديده جدا هواي، خلينا نشوفها بالمثال افضل مما احفظ هاي الحالات. she bought bread milk and eggs، هنا استخدم بالتعداد. my friend ثم توقف. who is also an athlete give me a pair of running shoes for my birthday. طبعا هذا هنا استخدمت هذه الكومة قبل وبعد الجمله. هذا ايش تعطي اعتبار؟ انه لو انا هذه الجمله ردت ازيلها فما راح يتغير معنى الجمله. يعني على سبيل المثال لو قلت my friend gave me a pair of running shoes for my birthday، كلش واضحه الجمله. لو ردت انه انا اضيف فد معلومه اضافيه اقول he is also an athlete، اخلي كوما منها وكوما منها. لكن لو كان هذا المقطع المضاف جدا مهم بحيث لو ازلته هذا المقطع راح يأثر على المعنى، بالتالي ما راح أقدر أخلي كوما قبله وبعده حتى أعطي فد انطباع إنه هو ممكن إزالته بسهولة. He asked then توقف how far do we still have to go. هذه الفارزة جت بعد he asked it was raining outside but بعض الأحيان تجي قبل but when I arrived at work I realized that I had left. أبدأ جملة جديدة when I arrived at work، فالجملة خلينا نقول على سبيل المثال شرطية when I arrived at work، عندما وصلت للعمل اي شنو سويت او شنو شفت. فارزة ابدا جملة جديدة I realized that I had left my office key at home، ادركت انه انا نسيت مفتاحي بالمنزل، يعني خلينا نقول مرتبطة ب when. John will you please، هنا انا من اريد انادي على واحد ما اروح اقول له مثلا هيدر will you please، لا هيدر مع التوقف اكو كوما will you please bring the document before the meeting، وشوف هنا انا حاط question mark باعتبار علامة استفهام وهكذا. عندنا الكولن اللي النقطتين واضحة عادة انه احنا من نريد نعدل في شيء classification، ناخذ اللي ما بعدها يكون هو عبارة عن المعدود اللي راح نعده. الابوستروفي عادة أو أكثر الأحيان إحنا نستخدمها من نريد نحذف حرف تدل على أنه الحرف محذوف، مثل is isn't نخلي كوما أنه أكو بين is و not كلمتين مدمجة. Inverted commas هذه عادة إحنا نستخدمها من نريد نستقطع فد مثل ما يقولون أنه أنا أكو speech معين هذا مقطوع، يعني على سبيل المثال هذا تستخدم بالساينتفك ريسيرش من تريد انت تنقل فد كلام لشخص معين مثله بالضبط بدون ما يتغير، تنقل هذا الكلام وتخلي الانفيرتد كوماز بالبدايه وبالنهايه، فهذا من راح يجي اي قارئ يقرا معناه هذا الكلام مو الك وانما ماخوذ من سبيتش اخر من كلام اخر.
هاي الاثنين وهذه هذه اذا كانت ثلاثه ما يحتاج ندقق بهن اكثر. فهذا اللي طبعا هذا راح يجيك سؤال بالامتحان. شنو هذا السؤال؟ راح اعطيك فد باراجراف على سبيل المثال هيك باراجراف اعطيك واقول لك استخدم البانكتويشن whatever is important whatever is important اينما كان مهم. فتجي انت مثلا تدقق من الاخير اكو فول ستوب جاي هذا نعرف احنا اسهل شيء. هل اكو تعداد اذا لازم اكو عد الكولن. هل على سبيل المثال اكو بارتس اريد افصل بيناتهم فاستخدم السيمي كولن. هل احتاج علامه التعجب؟ هل احتاج كويشن مارك؟ وهكذا. Chapter 4 commonly confused words and phrases. هذا على سبيل المثال بعطيك مثال except و except. أكو كثير من الكلمات اللي تلفظ بنفس الصورة لكن السبيلنج مالتها مختلف والمعنى مالتها مختلف وبالتالي المعنى يكون مختلف. هذه تسمى confused words and phrases. هناخذ مجموعة من هذه الكلمات اللي احنا ضروري نعرفها حتى نميز شو وقت نستخدم هذه وشو وقت نستخدم هذه. ايضا هذا السؤال راح يجيك في الامتحان اجيك في الجمله معينه واقول لك اختار في الكلمه الصحيحه. فتلقى مثلا تكسبت وكسبت يا هي من عتر راح تختارها بناء على معنى الجمله. طبعا بعض الاحيان بناء على البارت اوف سبيتش. طبعا اقول الفراغ مثلا يستقبل ناون فانت تاخذ الناون. الفراغ يستقبل فيرب تاخذ الفيرب وهكذا. اوكي خلنا ناخذ ان هذا ما يحتاج الحكي هذا كله. مثلا عندنا accept accept to accept بما انه كتبوا بالبدايه فهذا معناه verb. هذه verb to accept something means to receive or approve of it. انه accept قبول. جانا accepted the apple gratefully استقبلت التفاحه بشكر. طبعا ما يحتاج اقول لك ترجمه هذا المفروض تعرفونه. accept means that something is being excluded. يعني عادة نستخدمها نقول ما عدا. She would eat any fruit except orange. فتلاحظ الفرق بيناتهم وكذلك الفرق بالسبيلنج مالته لكن يبقى اللفظ pronunciation نفس الشيء. Advice advice. Advice is a noun. في حين advice الثانية is a verb اللي بالاس. شلون من الساعة قلت لك انه قد ما تعرف المعنى لكن تعرفها من الجرامر. John give him advice regarding his bank loan. John advised him that it was a bad idea to take out a third bank loan. هنا من تلقى مثلا هذا فراغ ما موجود وعندك advice وadvice أيهما تحط؟ طبعا تجي هنا تقول بما انه عندي هذا ناون فاللي بعده المفروض اكو verb advice here. فاذا اخذ يا هي اللي من عندي verb هي advice اجيب advice واخليها. هذه لو ما عرفت المعنى وردت تستفاد فقط من البارت اوف السبيتش. عندنا افكت وافكت طبعا نفس اللفظ لكن اللي تبدا بالاي هي الفير واللي تبدا بالاي هي الناون. كلاهما تاثير. هذه تاثير وهذه يؤثر. عندنا ابروف ابروف اوف تو ابروف something is to give consent. To approve of something is to express a favorable opinion about it. لاحظ المثال يقول the director approved the budget. Approve تجي في الموافقة على سبيل المثال انه result مال exam the result of the exam will be approved. يعني تصادق على هذا الريزولت حتى مثل ما يقولون حتى تطلق نتائج الامتحان. بعض الأحيان تسمع انه يقول لك كامل النتائج باقي بس على المصادقة. كنت صادق approve to give a consent. Approve of something the mother did not approve of the way her daughter was dressed for the school dance. Is to express a favorable opinion. Opinion. يعني حتى تعطي في التعبير أو تعطي الرأي المفضل إلك. Approve of إعطاء الرأي المفضل. هنا الأم ما أعطت رأيها المفضل حول الطريقة اللي بيتها راح تلبس الملابس لحفلة أو رقص حفلة المدرسة. Borrow a lend. To borrow something is to take it with the intention of giving it back. يعني تقترض في شيء معين مع
إن كان مع إنه أنت راح ترجعك to lend something is to give it to someone with the expectation that they will give it back. لاحظ مثال he borrowed the book from his college. She is lending the car to him so that he can drive to work today. فبرو أعطى شيء معين مع شلون نقول مع تأكيد رجوعه. اللين أعطى شيء معين مع احتمالية رجوعه. compliment الأولى اللي بيها I شوف تلاحظ إن أنا يعني نفس الشيء لذلك هي confused بس استثناء الحرف متغير. compliment with I someone when you make a favorable comment about them يعني فد اطراء نقول احنا بالعربي اطراء. الكومبلمنت الثانيه لا فد شيء يكمل الاخر مثلا بالمثال that star compliments her dress انه حجابها فد شلون كمل الملابس مالتها يعني اعطى الجماليه. someone you compliment something or someone when you add something else to it that suits or fits it well يعني يسوي أفضل يلائمه أو يكونه يسوي أفضل. عندنا continual or continuous. If something happens frequently is continual. If something happens all the time without interruption is continuous. يعني فشي يحصل بصورة متكررة يكون continual. لا والله يحدث بصورة مستمرة بدون انقطاع يقول continuous. It's هذا أعتقد الفرق جدا واضح. هذه تستخدم للتملك وهذه تستخدم كاختصار لIt is. Principle الفرق بيناتهم ال P بعد ال PAL في حين الثانية بعد ال PLE. الأولى هو مدير المدرسة أو الكلية أو الجامعة. الثانية هو الشيء الرئيسي الماين أو كذا. عندنا stationary الأولى مع ARY هي عدم الحركة. stationary الثانية هي القرطاسية. there they are هذه معروفة. two معروفة أيضا. وعندنا uninterested means not interested يعني أنا غير مهتم معه في شيء معين. This interested هي متعلقة بالحكم. Means unbiased يعني غير محايد. The judge was disinterested in the matter يعني الحاكم كان غير محايد. Biased محايد كان غير محايد في قراره. Your way you are أيضا واضحة. هذه نهاية chapter 4. الـ 5 يبقى على المحاضرة الجاية إن شاء الله.